لم يكل اليمنيون ولم يملوا من التظاهر والاحتشاد تضامنا مع فلسطين ونصرة لغزة، وها هم في الجمعة 12 للتضامن مع فلسطين يحتشدون هنا في ميدان 70 جنوبي العاصمة اليمنية، مجددين العهد لإخوانهم الفلسطينيين: معكم حتى النصر، والأمريكي لن يوقفنا. تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله قائد المسيرة القرآنية، ها هي اليوم جماهير اليمنيين تخرج كبارا وصغارا وأطفالا نصرة لأبناء غزة، نصرة لإخواننا المستضعفين في فلسطين، لستم لوحدكم. وجه رسالتنا إلى أخواننا المجاهدين في غزة بأن لكم العون والسند والمدد، ولن نخل ولن نمل إن شاء الله ما حيينا. ونوجه رسالتنا إلى قيادتنا الحكيمة بأن لا تهنوا واضربوا بيد من حديد. ونقول لأمريكا وإسرائيل: ها هنا نحن حاضرون، ها هنا نحن حاضرون، بإذن الله اليوم هنا وإن شاء الله بكرة نحن في فلسطين. من يوم جمعة إلى آخر يكبر طوفان اليمنيين الشعبي دعما وإسنادا للشعب الفلسطيني ومقاومته، كما نشاهد في هذا الحشد الشعبي الذي خرج أيضا لمباركة عمليات القوات المسلحة اليمنية والمطالبة باستمرارها حتى رفع الحصار ووقف حرب الإبادة الوحشية على أبناء غزة. نوجه رسالة إلى أخواننا المجاهدين في غزة بأن يصبروا ويثبتوا، وإنا معاهم وجنبهم. رسالتنا إلى أمريكا الشيطان الأكبر أننا نتحداكم، وأننا تولينا السيد القائد العالم عبد الملك بن بدر الدين الحوثي وفوضناه في كل ما يتخذه من قرارات لضرب القوات الأمريكية. حشود جماهيرية ضخمة هنا في صنعاء وكل اليمن تدين صمت وخذلان الأنظمة والدعم الأمريكي والتواطؤ الدولي مع كيان الاحتلال، ويتعهد اليمنيون بالاستمرار في الحشد والتعبئة لكتائب طوفان الأقصى الشعبية والاستعداد لخوض أي معركة مقبلة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي أو الأمريكي أو من يحميهم أو يدافع عنهم. أحمد عبد الرحمن من ميدان 70 جنوبي العاصمة اليمنية، الميادين.